اليوم يا جماعة الخير جبت لكم من أرخص العدسات اللي ممكن تشتريها لكاميرات الكينون، وأنكم أتكلم عن هذه العدسة من شركة يونغنو 35 ملم وحجم البارة 2.0. أول نقطة راح نتكلم عنها جودة التصنيع. العدسة مصنوع من بلاستيك يا جماعة الخير، والجودة مقبولة، وهذا اللي راح تحصله في عدسة سعرها 140 دولار، والوزن العدسة 180 جرام. هذا الوزن يعتبر لا شيء، كأنك ما ماسك شيء. العدسة مرة خفيفة، وكما قلت لكم في المقدمة هذا العدسة متوفر لكاميرات الكينون فول فريم اي اف ماونت وكاميرات النيكون اف ماونت، وتقدر تستخدم هذا العدسة في كاميرات الكروب سنسر، ولكن راح يتغير عندك البعد من 35 ملم الى 56 ملم بسبب حجم السنسر. اذا كنت تستخدم كاميرات الكينون من نوعية الكروب سنسر اضرب 35 ملم على 1.6 راح يطلع لك كم البعد، اما بالنسبة للنيكون اضربها على 1.5. اما الحين خلونا نتكلم عن اداء العدسة في نمط الصور. اللي حط هذا العدسة راح يعطيك حدة في منتصف الصورة، اما على الحواف راح يكون في نعومة بعض الشيء اذا حطيت الحجم البورة على 2.0. اذا بغيت تحصلوا على افضل جودة في هذا العدسة انصحكم تحطوا حجم البورة على 2.8. هذا الحجم البورة راح يخف عندك نعومة في الحواف، وحجم البورة في هذا العدسة يتوسع من 22 الى 20. اما بالنسبة للتحريف ما لاحظت اي انحراف في الصورة، الصورة مستوية في المنتصف وعلى الحواف، واذا صار فيك مشكلة تحريف تقدر تعدل الصورة في البرنامج لايت روم، حله سهل. اما بالنسبة للفيديو ما لاحظت اي مشاكل في هذا العدسة، الحدة مش ممتازة ولكن جيدة، اما بالنسبة للعزل في الخلفية يعتبر جيد وراح يعطيك طابع سينمائي لما تصور بهذا العدسة. خلونا الحين نستخدم هذا العدسة على اساس تشوفوا كيف جودة هذا العدسة في الفيديو. العدسة اللي قاعد استخدمها الحين يونغنو 35 ملم وحاطنا على 2.0. ايش رايكم في الجودة؟ هل الجودة ممتازة او تحس ان جودة ضعيفة؟ اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في الجودة. اما الحين راح نتكلم عن نقطة سلبية في هذا العدسة، الاوتو فوكس. الاوتو فوكس في هذا العدسة يعتبر سيء بالذات على نمط الفيديو. اللي مفكر ياخذ هذا العدسة على اساس تصور على اوتو فوكس انصحك انك ما تاخذها، خذ هذا العدسة اذا بغيت تصور على مانوال فوكس، اما على اوتو فوكس راح يعذبك كثير هذا العدسة. من غير كذا صوت الموتور في هذا العدسة مرة عالي، والمايك راح يلتقط صوت الموتور لما تسجل مقاطع فيديو، فانصحكم كما قلت لكم استخدموا هذا العدسة على مانوال فوكس. في الوقت الحالي هذا العدسة سعرها في امازون 140 دولار امريكي مع الشحن. كما قلت لكم في السابق اذا كان ما يهمكم الاوتو فوكس خذوا هذا العدسة وما راح يخيب ظنكم، ولا تخيبوا ظني وضغطوا لايك. وكذا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الفيديو، اذا كان عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله ما راح اقصر معكم في الرد. كان معكم عادل من قناة 2 Cousins، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.